السلام عليكم ورحمة الله. بعد الصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم في قناتي وصفات أم الغالية. إذا الفيديو نتاع اليوم راح يكون نزولا لطلبات المشتركات العزيزات اللي طلبوا مني أني نعملهم فيديو توضيحي على هذا الآلة اليدوية اللي سبق وشفتوها عندي في فيديو سابق، كنت فرمت بها وكي شفتوها عجبتكم وسقسيتوني عليها بزاف بزاف بزاف، وسقسيتوني شحال شريتها ومنين شريتها وكيفاش تفرم اللحم وكيفاش تفرم المكسرات وكيفاش تخدم الحلوى، وطلبتوا مني نخدم لكم بها الحلوى تشوفوا كيفاش تخدم الحلوى. وانا وعدتكم اني ندير لكم عليها فيديو، من وعد وفاء ومن وفاء دخل الجنة. اذا ان شاء الله راني درت لكم عليها فيديو. اذا على بركة الله نبدأ. كما راكم تلاحظوا مكتوب فيها 3 في 1، يعني تفرم اللحم وتفرم المكسرات وتخدم الحلوى، يعني 3 في 1. وهنايا كما راكم تلاحظوا مرسوم فيها باللي تخدم الحلوى، وايضا سبق وحضرت بها حلوى معكم. وهنايا كما راكم تلاحظوا مرسوم فيها باللي تفرم المكسرات، لان المكسرات ما نكذبش عليكم ما فرمتش فيها، مي الحلوى خدمت فيها واللحم فرمت فيها. وسقسيتوني ايضا منين شريتها، شريتها من سوق دبي بالعاصمة، كاين يسميه سوق دبي وكاين يسميه الجرف، والسعر تاعها 2000 دينار جزائري. عندنا هنا كما راكم تلاحظوا راه واضح في الصورة. وانا كي شريتها ما كانوش متوفرين، كانت تتباع في محل واحد فقط، مي دوكا انتشروا وتقريبا تصيبوها في اغلب المحلات. وبالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني نخدم لهم الحلوى بهذا الاله، حبوا يشوفوها كيفاش تخدم الحلوى، وكما لاحظتوا هذاك الطابع تاعها فيها الشكل تاع الورده والشكل تاع النجمه. انا نخدم بزاف بالشكل تاع الورده والشكل تاع النجمه، نشبههم في اللمبوط، تجيني الحلوى تاعي كلي تخدمت باللمبوط. وهذه الآلة عملية بزاف، يعني تخدمي بها كمية كبيرة من الحلوى ليه ليه تكملي الحق، يعني ما تتعبكش خلاص. وهذا العجينة تاع حلوة اللمبوط، هذه الحلوى سبق وحطيتها لكم فيديو، راح نخلي لكم رابط الحلوى في أسفل في صندوق الوصف، وأيضا راح نخلي لكم الفيديو في نهاية الفيديو. إذن أخواتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، إن شاء الله نكون جاوبتكم كامل وما نسيت حتى سؤال. نتمنى إن شاء الله تصيبوها وتشريوها وتستغلوها بالصحة والهنا، وإن شاء الله تفرحوا بها. نتهلاو في رواحتكم، في أمان الله.